ونحن ندعو جماهير الأمة العربية على امتداد الوطن العربي بمسيرات تأييد ومبايعة للقائد المفدى الدكتور بشار حافظ الأسد، زعيما وقائدا وملكا للأمة العربية. رفيق ومناضل وأستاذ رياضة وفدائي بوقت اللزوم، علم من أعلام سوريا الأسد، بالأحرى هو علم من أعلام الوطن العربي كله، من المحيط إلى الخليج. هو الرفيق مصطفى، مالئ الدنيا وشاغل الناس، متنبي عصره، بيكتب قصائد بتذكرنا بالجاهلية، أو بالأحرى بتذكرنا بمنطقة زمنية فاصلة بين الجاهلية وأول كم سنة من صدر الإسلام. وطن الصمود بنور الله، بنور الحق يحكمه أسد العروبة والرحمن يحفظه. هذا ابن خير عباد الله قاطبة، هذا ابن خير عباد الله قاطبة، هذا ابن حافظ اسم الله أيده، البعث ديدنه في كل نائبته. الله أكبر، إن الحق منهجه. اللي بيسمع كلام الرفيق مصطفى بدون ما يعرف مين اللي قاله بيفكر حاله عم يسمع لحدا من مؤسسي حزب البعث، فالإنسان العربي عنده بعثي بالفطرة حتى يثبت العكس. كل من يؤمن على الساحة العربية، من المحيط إلى الخليج، لوحدة الأمة العربية وحريتها واشتراكيتها، فهو بعثي وإن لم يكن حزبياً. الرفيق مصطفى ما بيفرق شي عن السيد الرئيس أبداً، ويمكن اعتباره بديل لكل مين عم يسأل وين البديل؟ لا، ويمكن الرفيق مصطفى أكثر صرامة من بشار الأسد نفسه، فبشار الأسد قتل وهجر كذا مليون سوري مشان المجتمع المتجانس، بينما الرفيق مصطفى مستعد يقتل الشعب المتجانس كرمال الوطن، يعني كرمال السيد الرئيس. خسرنا خيرة شبابنا وبنية تحتية، صحيح. فليعلم الجميع أننا قد دفعنا مئات آلاف الشهداء، لكننا بالمقابل ربحنا مجتمعا أكثر صحة وأكثر تجانسا بالمعنى الحقيقي وليس بالمعنى الإنشائي، والملايين الباقية على إهبة الأسلوب. الشعب يريد المظاهرات بالسويدة وبباقي مناطق سوريا زعجت الرفيق مصطفى كثير، وخصوصا أن المتظاهرين حاولوا يشتروا ذمة الرفيق، لكن هيهات هيهات، الرفيق مصطفى بيرفض الخروج عن السيد الرئيس. إلى هؤلاء الصغار الذين يدعون للخروج وخيانة الوطن من أجل ارتفاع الأسعار، من أجل لقمة العيش، نقول لهم والله نحن مستعدون أن نأكل أطول وليس الأشجار، ليس أوراق الأشجار، ولا نخدم الوطن. الرفيق مصطفى ما بيترك جماهير الأمة العربية من المحيط للخليج بدون تشخيص الواقع بسوريا. الزلمة بزمانه فتح بث مباشر ليشرح أسباب الأزمة، وطلع معه إنه في ثلاث أسباب. هناك أسباب ثلاثة. السبب الأول هو الفساد والفاسدين الذين يتغلغلون داخل مفاصل الدولة وهم الأخطر. حلو، السبب الأول الفساد والفاسدين. السبب الثاني الاحتلال الأمريكي الغاشم الذي يحتل منابع النفط. كمان حلو السبب الثاني، هو الاحتلال الأمريكي لمنابع النفط. السبب الثالث يظهر الرفيق مصطفى نسي السبب الثالث بزحمة الحكي، يمكن بشي فيديو تاني بيخبرنا شو السبب. ها، هاي الرفيق مصطفى طلع بفيديو جديد. ايه رفيق مصطفى، شو السبب الثالث؟ رفيق مصطفى، يا رفيق، وين رحت؟ يا خيو، لك تعال احكي لنا شو السبب الثالث. طيب تعال قلنا من وين جايب البرادي اللي عندك على القليلة. ها، رجع الرفيق مصطفى ورح يخبرنا السبب. فصلت الشبكة عند الرفيق مصطفى. طيب، من هون لترجع التغطية مرة تانية لازم جماهير السويدة وباقي المناطق ينتظروا ويبطلوا مظاهرات. احتمالها يكون السبب مقنع ويخلينا نلتف كلنا حول السيد الرئيس من أجل إيجاد حل أزماتنا. ومن هون لبين ما يطلع البث الجديد تبع السبب الثالث لازم نسلي حالنا كسوريين بالدوارة على ملحن موهوب يلحن قصيدة الشاعر والرفيق مصطفى. اسمه عارض القصيدة للتلحين. أنا بعصم فليمت أعداؤه، عربي عربي عربي.